بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف بشكل علمي وتطبيقي ونطبق مع بعض ونكتب ازاي هنكتب الريفرنس في المكان بتاعها بالشكل العلمي المظبوط ونحط السيتيشن في المكان بتاعها المناسب علميا بالشكل المظبوط. خلي بالك الريفرنس دي عليها 10 درجات في التقييم، يعني عملتها صح بشكل مظبوط خدت العشر درجات بتوع التقييم، يعني عليها درجة مش قليلة. معاكم دكتور سليمان، كلية العلوم جامعة الإسكندرية. هنتعلم الكلام ده مع بعض إن شاء الله في الفيديو ده. لو أنت مهتم بالفيديوهات اللي جاية اعمل سبسكرايب في القناة وفعل النوتيفيكيشن عشان يوصل لك الفيديو في الوقت بتاعه. عرف زمايلك بالفيديو، في ناس كتير جدا محتاجة ده عشان تكتب الريفرنس صح. 10 درجات مش قليلين، لازم تهتم بيهم وتعمل الكلام ده كويس. حاجة بسيطة جدا وسهلة جدا مش هتتعب فيها، بس لو عملتها كويس هتاخد الدرجة. لو عجبك الفيديو ده اعمل لايك، ولو انت محتاج حاجة تانية اضافية اعمل لي كومنت وانا ان شاء الله هجاوب عليك باذن الله. يلا بينا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. تعال نشوف موقع سكيبر. موقع سكيبر ده فيه حاجات كتيرة جدا، هناخد منهم النهاردة السيتيشن جنريتور. الفيديو اللي بعد اللي جاي ان شاء الله هناخد فيه ازاي نعمل تشيك للاقتباس بتاعنا ونعرف قيمته ازاي، ونحاول نحل لو فيه مشكلة كبيرة شوية عشان ما نقعش في مشكلة الاقتباس العالي والبحث بتاعنا يترفض لا قدر الله. طيب احنا السيستم بتاع السيتيشن بتاعنا او كتابة الريفرنس اللي هو الـ ABA، افتح كده نشوف ده عبارة عن ايه. مش عايز اعمله دلوقتي يجنريت سيتيشن، عايز اعرف القواعد بس بسرعة مع بعض. اهو بيقول لي هو الفورمات بتاعي كذا كذا. تعالى نخش على طول في الكلام. ان تكست سيتيشن، ايه ان تكست سيتيشن؟ وانت بتقول بقى باراجراف عندك بتقول كذا كذا. طب الكلام اللي انا جبته ده جبته منين؟ جبته من البحث ده. بين قوسين كده هتيجي عامل بين اقواس فلان كما سنه كذا، تمام؟ طيب ده اسمه سيتيشن اللي جوه التكست. طب في الاخر خالص بتكتب الريفرنس. انت بتحاسب على ده، بتحاسب على ده. على فكره الريفرنس ده عباره عن ايه؟ عباره عن حاجات كتيره كده شويه مع بعضيها. الريفرنس ده عباره عن الاسم السنه، وبعد كده المكان اللي اتنشر فيه، وحاجات كتيره جدا هنعرفها دلوقتي بالتفصيل بتتعمل ازاي. بيقول لي السيستم ده لو انا بتكلم ازاي؟ انا مش هقول جمله وبعد كده هحط السيتيشن وخلاص، لا. الكلام بيبقى لينكد بالسيتيشن، يعني هو حاطط لك هنا مثال صغير بيقول لك ايه؟ اهو انا مثلا بتكلم، انا جبت رساله دراسه سوري، والدراسه دي طلعت بيها بحاجه معينه. وانا بتكلم بقى في الانترودكشن مثلا او في اي حته من الارتكل بتاعي عن الجزئيه دي. اه هنا بيقول لي انا مثلا اكزامبل an error study which x and y were compared relevant to كذا 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 كذا. مين اللي قال الكلام ده؟ سميث. طيب انا ممكن اقولها بطريقه ثانيه، اقول سميث في سنه 2017 show how كذا 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 كذا، او اقول في سنه 2017 لو انا بقول في 17 و18 و19 و20، اقول في 2017 research was carried out by سميث that indicate بلا 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 لغايه الاخر. ازاي ادخل الكلام ده في السياق بقى؟ تمام؟ ده اللي اسمه ايه؟ citation. اسمه ايه؟ citation. ما تنساش. طيب لو انا بعمل citation لاوثر واحد مفيش اسهل من كده، الاسم كما السنه بين قوسين. طب لو كتير اهو الاسم and الاسم الثاني كما السنه. الاسم ده على فكره مش الاسم الاولاني، ده last name. يعني مثلا لو بحث زي ده مثلا، شوف بحث زي ده. مين ده؟ تشيليا بي توربيك. يبقى هجيب توربيك كذا، ماليش دعوه بالايه؟ بالاسم الاولاني، انا ليا دعوه باللاست نيم. بالايه؟ باللاست نيم، خد بالك. طيب الحاجه الثانيه، لو انا عندي تو اوثر خلاص، اللاست نيم بتاع اول واحد اند اللاست نيم بتاع ثاني واحد كما والسنه واقفل الاقواس. ده قبل النقطة بتاعة الجملة اللي هي انت خدها من البحث ده او الكتاب ده. طيب لو عندي من 3 ل 5 بتكتب اللاست نيم بتاع كل واحد كما 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 اند اخر واحد كما والسنة. هو لا يفضل، لان هو على فكرة الاي بي اي ده يعني في اكتر من فيرجن في الفورمات دي، لا يفضل تكتب كتير كده. معظم الناس بتفضل واحد اتنين. طب لو تلاتة هتكتب ده ها ايتال زي دي كده.
يعني احنا هنقول بقى من 3 ل 6 او من 3 فاكثر، هيبقى الاوثر نيم الاوثر بتاع الفيرست اوثر ايتال. خد بالك ايتال بتكتب ازاي، ايت بعد كده سبيس ال دوت كاما، وتكمل زي ما انت عايز الباقي بالشكل ده. كده احنا خدنا ايه؟ خدنا السيتيشن. خدنا مين؟ السيتيشن. طيب بيقول لي لو اورجانيزيشن، لو مؤسسه مثلا مش اوثر، زي مثلا انا جبت الكلام ده من على المايكروسوفت مثلا، اعتبر مايكروسوفت ده الاوثر، يبقى مايكروسوفت كما السنه فيها. طب ايه الكوتس دي؟ لو انا جبت كلام بقى والكلام ده مش كلام بحث عادي، ده كلام يعني كلام ستاندرد، مثلا كلمه اتقالت مثلا اينشتاين، حاجه مقصوره مثلا، حاجه كلمه يعني حكمه حديث، تمام، انت هتعمل فيه ايه؟ انت مش هتعمل فيه حاجه، هتكتبه زي ما هو، بس ما ينفعش تكتبه كلام عادي، لازم تحطه بين علامتين بالمنظر ده، تمام. دي كوتس. في الكوتس بقى يقول لك يفضل، مش يفضل، ده انت لازم بقى تكتب بقى ايه الصفحه نفسها، يعني مثلا في حاله تانية اهو كتبها بالتفصيل، بتكتب كذا 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 كذا، ادي جمله قالها مثلا داروين، كتب الجمله زي ما هي وراح حطها بين تو كوتس كوتيشن مارك اهو، كوتيشن مارك سوري، وبعدين راح قال لك ده مين اللي قاله، داروين سنه 1859 في بيج 510، تمام. كده احنا خدنا الاشكال بتاعه السيتيشن المختلفه، تاني الاشكال بتاعه مين؟ السيتيشن المختلف. طيب الريفرنس بقى، الريفرنس بتكتب ازاي؟ بتكتب اشكال مختلفه، وده موجود عندكم اصلا اوريدي في الوورد بتاعكم، ما تصدعش نفسك بيه وخليك في الوورد ده عشان ما تروحش بعيد، لان هو اكتر من حاجه مش هتتعرض لكل الاشياء دي. اهو بيقول لي اهو، اولا الريفرنس بعد ما تخلصها بترتبها الفابيتيكالي 1 2 3 4، هقول لك تعملها ازاي، بتلك واحده بالماوس. طيب لو كتاب، ادي الشخص اللي الف الكتاب ده في الريفرنس، ها، لكن في السيتيشن هنقول ايه بقى، ايه سميث اند ويليامز، جميل، ده اهو اند كذا السنه بين قوسين بعد كده دوت اسم الكتاب، اذا كان في اديشن بكتب الاديشن بتاعي ودار النشر واتنشر فين، جميل، واتشونسون دي سيده المكان بتاع النشر، زي مثلا عندنا مثلا دار المعارف في اسكندريه مثلا، وهكذا. لو تشابتر من كتاب نفسه، ده كتاب، تشابتر من كتاب، هقول الكتاب، هقول سوري الاوثر سنه كذا، وادي التشابتر عنوانه كذا كذا كذا، ها، ان جوه فلان وفلان البوك، تمام، الايديتورز اللي هم اللي عاملين الكتاب نفسه، ها، اللي اسمه كذا 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 سكند اديشن اللي اتنشر فيه واشنطن، و كانت دار النشر اسمها كذا، تمام. طب لو ارتكل، ودي معظم الاشياء بقى، لو اول، لو سوري وان اوثر، هيبقى ده السنه نقطه اسم المجله ودار النشر والعدد بقى وي والصفحات، لو اثنين مش هيتغير كتير غير الجزء الاولاني، الجزء الثاني هو هو، لو ثلاثه، لو اربعه، بيتكتب كل الاسماء بتاعت الناس، ما فيش اختصارات هنا، الاختصارات بس في السيتيشن، خد بالك. طب لو ويب سايت، بتكتب هو عشان الناس تقول لي اه ما انا بجيب كل حاجه من على النت، لا، الويب سايت قصدي لما يكون في مقاله، مش بيبر انت منزلها في بي دي اف على موقع، لا، ما هو كله على النت، بس في مقالات مثلا في بعض المواقع التعليميه تلاقي حد كتب مقاله وهو اسمه كذا، ده اسم الشخص نفسه سنه كذا المقاله، وادي العنوان بتاعها 1 2 كذا 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 كذا، وبتكتب التاريخ بتاع زيارتك ايه، يعني انت شفت الموقع ده امتى، وتحط ادي ال HTTPS اللي هو الموقع نفسه بتاع اللي هو اللينك بتاع الموقع نفسه، جميل. كده احنا عرفنا ازاي بنكتب الريفرنس، وعرفنا ازاي بنكتب السيتيشن نفسه، جميل. طيب تعال نشوف بقى الكلام ده، انا ممكن الريفرنس ده اصلا ما اكتبوش، انا ممكن اجيبه على طول ازاي. بكل بساطه عندي سورسز كتير، اول سورس ممكن تلاقي في بعض المواقع، تلاقي مثلا زي ده اهو، ده البحث بتاعي،
جميل، البحث اهو كذا كذا كذا، 12 في ابريل 95، وممكن اعمله داونلود من هنا. عملت داونلود وخدت منه اجزاء وعملت اللي انا عايز اعمله، هتلاقي فيه انا مفتاح اسمه سايدز ارتكل، اعطاني اهو، ولا محتاج بقى تكتب اسم الاسر وكاما ومش عارف والسنه لا، هي كلها متظبطه اهي. هاخده كوبي واروح احط هناك ايه، بيست في مكان مين، الريفرنس. تمام. طب لما اجي اعمل سايتيشن، هعمل سايتيشن ازاي؟ هقول ده كم اسر هنا، واحد اتنين، ادي واحد كاما اتنين، يبقى كورليس اند ميكلين كاما سنة 95، واقفل قوسين، بس بسيطة جدا. تمام. في بعض المواقع تلاقيها مش كاتبة سايت، كاتبة حاجة تانية، مثلا التول مثلا، ويقول لك اكسبورت سايتيشن، اقول له اكسبورت سايتيشن، يلا اديني السايتيشن بتاعك. اعطاني السايتيشن اهو، فلان وفلان 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 والشكل بتاعه، اخد كوبي واحطه هناك. طب لما اجي اعمل سايتيشن لده، عندي كام اوثر؟ كتير. يبقى توبريك ايتال دوت كاما، والسنه اللي هي سنه كام؟ 2016. ده السايتيشن نفسه. حلو. ده الاشكال المختلفه ازاي تحصل على السايتيشن. الشكل بقى الافضل واللي انت ممكن تعمل بيه حاجه عشان يبقى موحد بقى، هتروح لمين؟ لسكيبر، تقول له لو سمحت جنريت سايتيشن اهو. يلا. طب انت عايز تعمل سايتيشن لمين؟ لبوك ولا جورنال ولا ويب سايت ولا ريبورت ولا ايه بالظبط؟ اقول له ده جورنال. طب الجورنال فين العنوان بتاع البيبر بتاعتك؟ البيبر بتاعتي اسمها اهو، وليكن دي مثلا، تعالى نجيب الاسم بتاعها اهو، اقول له عايز دي، ادي الاسم بتاعها، يا ريت تعمل لي سيرش وتجيب لي الاسم ده وتعمل لي سايتيشن لو سمحت، بيست اهو. هيقول لك للاسف انا مش عارف الاقيها، ممكن تجيب لي دي او اي؟ ايه دي او اي ده؟ ده يعتبر يعني البصمه الالكترونيه بتاعه الملف ده. هتلاقيها موجوده اهي، اهي موجوده، تدور هتلاقيها موجوده فوق تحت شويه، بيكتبوها في كل الحاجات اللي هي المنشوره دي. واخد كوبي واروح اقول له خلاص جبت لك اهو اللي انت عايزه، اتفضل اعمل لي سايتيشن. يقول لك انت قصدك دي؟ اقول له قصدي دي. جاب لك المعلومات بتاعتها في سنه كام و12 و و و، ويقول لك سايت، خلاص اخدت السايتيشن. جميل. كوبي وتروح تحطه هناك. تمام. انا عايز مثلا كتاب، اي كتاب مثلا، اقول مثلا اهو ببحث عن كتاب اسمه كده. تمام. هيقعد يدور لغايه ما يلاقيه، ممكن ما يلاقوش مثلا. لو انت عندك اسم كتاب صح، موجود اهو كتب كتير. انت قصدك اي كتاب فيهم؟ وليكن الكتاب ده اهو، اقول له الكتاب ده، وبعدين اقول له سايت، هيعمل لي السايت بتاع الكتاب ده. تمام. بس في بعض الكتب بتحتاج السيتي والكونتري، دي هتجيبها ازاي؟ لو انت فتحت الكتاب ده اول صفحه او ثاني صفحه هتلاقي فيها الكلام ده اهو، فيو ان امازون، وتقول له لو سمحت افتح لي كده صفحه اولانيه او الصفحه الثانيه اهو، اهو كاتب لك هنا اهو 12 سنه 94 فين؟ في يونايتد ستيت اوف امريكا. جميل. ويدي اسمه دي اسمها دار النشر بيرلي مش عارف كذا 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 كذا، دي اسمها دار النشر. تمام. يبقى هتحط له المكان وخلاص، هو يعمل لك سايت بالحاجه دي. تمام. بس كده. ده ازاي تعمل سايت لاي حاجه. لو انا عايز اعمل سايت مثلا، اعمل سايتيشن ل الويب سايت اهو، اقول ويب سايت. تمام. هتدخل اسم الاوثر والتايتل بتاع الحاجه نفسها واليو ار ال بتاعه، هو على طول بيعمل لك جنريشن لمين؟ للسايت. انا افضل ان انت تشتغل بده، لان ده هيوحد لك الامور شويه، بدل ما تاخد من الموقع ده والموقع ده والموقع ده، هيعمل لك الكلام ده كله بشكل جميل جدا جدا، لان ده اللي بتتعب فيه اللي هو الريفرنس. لكن السايتيشن خلاص، السايتيشن احنا عرفنا السايتيشن ده عامل ازاي. بكده يبقى احنا خدنا نبذه صغيره عن الكلام ده. اعمل سبسكرايب عشان تعرف الفيديو اللي جاي. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنشرح فيه ازاي تعمل الكلام ده بقى، سايتيشن
والريفرنس ده برنامج جميل جدا 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 وسهل قوي 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 ازاي تعمل بيه الكلام ده. بتحمل فيه كل الفايلات بتاعتك، بتبقى عندك المكتبة موجودة عندك على الكمبيوتر، وبكليكة واحدة بتعمل الكلام ده بدون اي مشكلة وبشكل بسيط جدا جدا جدا. وان شاء الله ربنا يوفقكم بالتوفيق بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.